في جزئيه برضه عايز اتكلم معاك فيها، لان انت برضه ايه الاتهام ده كان بيطولك انت كمان. بعض الناس كانت بتتهمك وانت بتلعب ان انت لعيب عنيف. دلوقتي اللاعب الحالي طبعا طارق حامد بيقول له طارق حامد لعيب عنيف، انت فعلا شايف ان حاجه يعني خلاص انت بطلت كوره فخلاص طارق حامد لسه بيلعب، شايف فعلا ان طارق في لعبه بيبقى فيه عنف؟ بص احمد اقول لك حاجه، انا سالت السؤال ده برضه. انا النهارده اشوف ان انا لاعب النهارده، انا اذيت لعيب مدر مع على مدار الكوره والمدار الانديه اللي انا لعبت فيها الحمد لله عمري ما اذيت لعيب. انا رايي انا انت عندك حماس زياده، عندي يعني حماس انت في زياده اوقات الحماس بياخدك زياده عن اللزوم. بياخدني، بس عمري ما اذيت لعيب. لما بحس ان انا هاذي لعيب عمري ما بقرب منه. طارق حامد اذى لعيب، عور لعيب، كسر لعيب، سمعت عن لعيب بطل؟ لا معلش، وليد سليمان النهارده بطل له ثلاث اربع لعيبه. يعني انا شايف ان وليد سليمان بطل ثلاث اربع لعيبه. انا اقول لك شيخ حاتم مبطل، واللعيب بتاع بتمرير كان مبطل، بس اكيد برضه مش عاش بعصب شايف برضه. اللي كان مبطل. لا في، بص يا بص النهارده ممكن نخبط واحد اقول ده مش قصدي، انما في تدخلات عنيفه ممكن تاذي اي لعيب وانت بتبقى متعمد. يعني كره عبد الشافي دي انا شايفها فيها تعمد. النهارده لما تطلع تكسر بالكوره كده، يعني انا شايف النهارده انا ولا انا ولا طارق حامد الونش ده، ما الونش ده عنيف جدا. عمرك شفت اذى لعيب بيلعب برجوله؟ بس طبعا لما بتلاقي فيه فرصه بتخش على الكوره جامد ما بيجيش لعيب عمره يكون ناقص. طب اخر سؤال بقى، كارتيرون موسيماني الاهلي والزمالك شايف مين انجح فيهم لحد دلوقتي؟ شايف هل هم الاثنين فعلا يعني على قدر المسؤوليه في الاهلي والزمالك ولا انت شايف؟ بص موسيماني انا مش قادر احدد هو مدرب كويس ولا مدرب وحش بصراحه مع النادي الاهلي. ليه؟ يمكن نادي نادي الاهلي بيحقق بطولات معاه والكلام ده، بس انا شايف ده اداء، اداء ومش اداء. يعني مش شايف حاجه بصمه ليه في النادي الاهلي، انا مش شايفه، بس هم بيحققوا بطولات. بس انا شايف كل اللعيبه كلها لعيبه، يعني ما فيش يعني اخر كام ماتش كان اداؤه زي الزفت نادي بس الاهلي. البطولات تصل. لا لا لا، بس انا شايف اللي انا هي البطولات طبعا مهمه لاي فريق، بس انا شايف ان موسيماني مش المدرب اللي هو عامل شكل النادي الاهلي. كاردرون من المدربين الكويسين جدا، بس الناس مش قادره تغفر له اللي هو باع النادي في فتره معينه ورجع. وانت تحب تفكر بالعاطفه ولا تفكر عملي؟ قول يعني لي انت مع ان هو ما دام ان هو كان ليه موقف سابق فخلاص يبقى ما يجيش عشان العواطف وكده، ولا ما دام لا هو مدرب كويس بدل هو فخلاص مدرب انسى اللي كويس فات؟ ومدرب ناجح مع النادي الزمالك يكون موجود. بس انت طبعا انت عارف ان انت اي مدير فني احنا دلوقتي او اي لعيب هيجي في ظل الظروف دي، ظروف صعبه جدا جدا على اللعيبه. لا كويس ان نادي الزمالك لغايه دلوقتي بيلعب وبيأدي بشكل كويس، يعني شايف اللعيب نادي الزمالك النهارده عنده احسن لعيبه، وبصراحه جمهور نادي الزمالك واقف ورا اللعيبه بشكل كويس جدا وبيساند اللعيبه لغايه اخر لحظه. شرفتنا ووقتنا يا كابتن حمد. حبيبي احمد انا سعيد جدا ان انا معاك، وانت من الناس المحترمه والناس اللي كان لها الفضل عليا برضه اول لما جيت نادي الزمالك. اتمنى لك التوفيق راجل ان شاء الله. محترم وشخصية محترمة، وانت عارف العلاقة اللي بينكم. حبيبي احمد ربنا يخليك، موفق دايما ان شاء الله. حبيبي.